مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم العيد حبينا نبارك لكم ونقول لكم كل سنة وانتم بخير، عساكم العايدين وسعيدين ان شاء الله. عندنا طبخة العيد، طبعا عندنا الذبيحة، وراح اطبخ لكم ان شاء الله اليوم قدوة العيد. طبعا حابين اتعرفكم على العيال، عندي وياي عبد الرحمن هو المساعد مالي اليوم، وعندي عبد العزيز. عبد العزيز شلونك؟ الحمد لله بخير. الله، طبعا هاي المعاون اصغر معاون في المطبخ اليوم، وراح ابتدي وياكم واعرفكم شو على مقادير الطبخه اللي هي قوزي العيد. عندي استخدمت 5 كيلو بصل طبعا مقصص صغار، وعندي اللوم الاسود، وعندي البهارات الصحيحه، وعندي بهارات مشكله هني راح اعرفكم عليها وانا اطبخ. طبعا عندي حق التزيين البيض والمكسرات والزبيب. راح نبتدي معاكم وخلكم تابعيني على الطبخه شلون راح نشتغل عليها. في البدايه عبد الرحمن قف جيب اللحم. راح نحط اللحم، جيب اللحم هني، جيبه جيبه، نزل اللحم ده، نزل اللحم، شيل اللحم، نزل، نزل اللحم كله. هاي ظهر خروف، وهاي الرقبة، وهاي الشحامة. طبعا ما ننسي دائما الشحامة هذه ناخذها ونخليها من فوق الذبيحة. طبعا الشحامة نحصلها في وين؟ نحصلها على الكرشة. دائما لما تروح تصلخ للذبيحة اخذ هذه الشحامة لان تعطي طعم في الاكل، خصوصا حق الغوزي مطلوبة يعني. راح اشغل النار، شغل النار معها، شغلها، شيل هاي الجدر الاسود برا طالعه. علي على النار، هاي من يبه. طبعا يا جماعه المشاهدين راح ياخذ له اللحم حوالي من ساعة ونص لساعتين على حسب الذبيحة، ودائما لما نطبخ ناخذ الذبيحة الصغيرة اللي تحول 12 ل 18 كيلو حق الطباخ على اساس انه يكون لحمها لين ان شاء الله. طبعا راح اترك الذبيحة واقعد اسولف ويا العيال. حياكم الساحة. ايوه اتذكر يوم العيد طبعا بيتنا العود كان موجود. طبعا البيوت الاول كانوا اغلبها العوائل مع بعض، يعني تلقى اليد والابو والعيال والاخوان كلهم في بيت واحد. الا اليوم شوي بدات تتغير الاحداث او تتغير العادات على حسب الظروف الموجوده. وانا كنت الاول يوم كنت صغير كنت نفس كذي. عبد العزيز هو قاعد ويا ابوي، وابوي قعدنا على صلاه الفجر، نروح نصلي ولين عودنا يروح يسحب له الذبيحه ويذبحها ونغسلها وياه ونبرزها ونحطها على النار قبل لا نروح صلاه العيد، لان المساعد كانت قريبه عند البيوت احداها. وين انت ساكن؟ في الرفاع. في الرفاع، طبعا في الرفاع، في محري، في بديه، في ستره، في نقول في كل فريج، في كل قريه هاي العادات موجودة، والحمد لله رب العالمين، عسى لا يغير علينا إن شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا عندنا الحمى بدأت يفور الماء، راح نشيل الرغوة بداية. لازم نشيل الرغوة عشان ما تكون في الحمى في سفرة، تخلص من الرغوة كاملة. ونحرك اللحم يمين يسار عشان ممكن يكون تحت في رغوة بين اللحم. حماتنا نظيفة، كثر ما تغسلونها كل ما يكون ما فيها رغوة زيادة.
على غسلاتي. عطني الليمون عبد الرحمن. طبعا نحتاج حق ليمون، انا حوالي قصاصتهم يعني خرامتهم يمين يسار. راح احط الليمون كله. جيب لي البهارات صحيحه. اي نعم جيبه. راح نحط، افتح لي هذولين. راح نحط بهارات صحيحه عباره عن دارسين وهيل. عندنا جلجلان وسنوت ومسمار، كلها راح نحطهم مع بعض. افتح لي هاي. كلمتكم عن حبات الزعفران، على طول راح تتغير عندكم الالوان كلها. طبعا الحين ما نحط الملح على اللحم الا لين استوى اللحم، نبتدي نحط الملح. راح نخليه شوي. عندي هني بهارات ناعمه، طبعا انا حطيت بزار مخلوط بحريني، وعندي جلجلان وسنوت وشويه كركم ودارسين ولومي اسود بودر. راح احطهم كلهم مكونات مع بعض. احركهم عشان يمتزجون مع بعضهم. واخليهم تقريبا قلنا ناخذ لها بين 45 دقيقة ساعة. راح تاخذ لها من بعد الفوحة على طول ساعة كاملة راح تجهز ان شاء الله. يا الله. ها حبيبي عزيز شلونك؟ زين. وين اياديك؟ ما رويتني ان ايادي حصلتي. يح 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. يح 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 خذهم ولا تبيهم؟ خذهم. قول لي من اعطاك الايادي؟ امي ويدي. يلا عمك ما اعطاك؟ عمك شفته اليوم ولا لا؟ شفته؟ بيعطيك لما بيرجع دارنا، رايح يعيد على خواله وعمامه بيرجع يعود ان شاء الله يملك العيال. زين؟ واذا ما اعطاك انا بعطيك. ربيتي. زين ولا مو زين؟ زين. الله يخليكم عيالكم ان شاء الله. واطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، بعد ما خلينا اللحم يفوح لمدة حوالي ساعة كاملة. طبعا صار جاهز، راح نقصر على النار او نبند عليها ونطلع اللحم. خلينا نطلع اللحم. راح اطلع لكم اللحم الحين. بسم الله. عبد الرحمن عطني مات اللومي. حاول نطلع اللومي بروحه. حق اللومي عطني. تعال تعال طلع اللومي. انت نطلع الشحامه مات البطن شوي، عشان هاي الشحامه ننزلها ان شاء الله ويا العيش. طلعت مني بس تعال تعال الصوب. خلينا بطلع خذ مكانك. بسم الله. هذا راح نطلع الظهر مع الجفن. هاي اليد. وهاي الأرضية.
الماس. المكونات كلها ننظف ونشيل بداية صينية عشان نطلع الوسخ اللي داخله الأغراض كلها. يلا يا عبد الرحمن تعال عطني يا عزيزي، حاول نشيل اللي في الجدر كله. بعد ما نظفنا الجدر من البهارات الصحيحة عندنا نشيله على الجنب، تمام نشيله، راح نترس شوي ماي، وعقب ما نترس ماي راح ننزل فيه العيش. عطني الماي عبد الرحمن، صب صبه كله. شيل هذول هناك. يلا عبد العزيز اعطني الملح، هبه اعطني الملح. شيك ملحاتنا، وين الكبريت؟ شغل هاي النار، اعطني الكبريت. راح شيك على الملح، طبعا احنا حطينا ملح على اللحم، بس احنا على اساس نحط العيش راح نشيك الملح ماله. شوف لحظة لحظة، بعدين بعدين يلا شغل النار. والله انا براحاتي الحين ما قدرت اوفي هالطابخة، بس العيال ما قصروا، وعندنا ولد واحد عبد الله ما عود، قال بروح وبرجع ما رجع لنا. شب النار عدل كلها، شب ولا النار يبه راح يبلينا العيش. طبعا الاول كانوا يطبخون كله على حطب، وفي ناس الحين بدأوا إنهم يطبخون على الغاز. لا تخلي العيش، خلي تحت شوي، ولأن دائما الغوزي تبي إن العيش يثبت ويصير حبة، دائما خليه يفوح أو شيء، وبعد ما يفوح حط العيش. إذا حطيته راكد هاللون في حق الحبة تصير لينة. طبعا إحنا نقول إن الأولين كانوا يطبخون على الحطب، وحين بدأوا إنهم يطبخون على الغاز لتوفر الغاز. طبعا الأول ما كان متوفر الغاز، وفي نفس الوقت احنا نتكلم نقول مثلا واليد الواحده ما تصفق، لكن اليمه دائما لما تجيب عيالك اخوانك عيال عمومتك كلهم يشتغلون معاك راح تجهز الطابخه ذي. وفي نفس الوقت احنا نقول بعد تعطينا فرصه ان احنا نتقرب اكثر ونسالف ونضحك مع بعض. حرك شوي. طبعا حبيت افيدكم في معلومه، انكم لما تطبخون على الحطب تاخذون الجدر البدايه وتحطون عليه دهن من برا، على بالهم تلقمصونه بالدهن دار ما داره، على اساس ان الحطب يسوي سواده، فتلقون ان السواده ما تيود في الجدر وتقدرون تغسلونه بسهوله كلش. اقول لكم يكون سهل بالنسبه لكم.
طبعا الحين فوح الجدر يجيب العيش. بسم الله، قول بسم الله دائما. بسم الله، شوي 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 نزل العيش. طبعا انا حطيت حوالي 7 إلى 8 كيلو عيش على الذبيحه. طبعا ممكن تحطون على حسب ما انتم تبونه، سواء 5 كيلو 10 كيلو على اللي عندكم في البيت وعلى حماتكم. طبعا الحين بنخليه لين يفوح ان شاء الله، وراح نشيل اللحم ونبتدي نحط عليه الليمون. عطني الليمون يبا. طبعا عندنا الليمون هنشيل القفشه، راح نهرس الليمون بهاي الطريقه والناتفه حده طبعا، وبعد ما الناتفه راح ندهن به للحمى كلها. عطني يبا ماي زعفران، راح نرش على لحماتنا. انزل يبا وياي، شيل هاي، وزع للحمى، وزع للحمى، اهرس يبا. راح ارشها الزعفران والماي الورد. طبعا خففوا الماي الورد بالماي العادي، بس يبي لها رشة زعفران كذي. عطيبة راح ندهنها بالليمون بهاي الطريقة. يلا شيلها ودها عندك داخل هناك يبا، ودهنها كلها بالليمون. تقدر تشيلها ولا اشيلها وياك؟ سبع ولدي سبع، بس ما شاء الله ثيابه الامور طيبه. يلا البسك ثياب العيد، شاري لك ثوبي، وانت بعد بعد بنحط لك. بدا يفوح العيش عندنا، واحنا لا تنسوا ان شلنا شحمه البطن، راح نعودها مع العيش. حركه شوي شوي. طبعا انطرح لين يفوح وراح نشخل العيش ونرجع لكم مره ثانيه. بدأ يفوح عندنا العيش، راح نقصر عليه ونبتدي نشخل العيش. نقصر على النار، نقصر نبتدي الحين نشخل العيش. راح نشخل مثل ما قلنا العيش. بسم الله الرحمن الرحيم، طلع شوي شوي. ما شاء الله العيش بركه فيه، تحطه 5 كيلو وتيلة 10 كيلو ما شاء الله. هذه بركه العيد. راح نشخر. ها عبد العزيز حط لك عيش. العيال خليتهم هناك يحطون بالهم على اللحم، وانا ويا العيش. طبعا برسي العيش ان شاء الله، راح نطلع العيش ونرسيه ونرجع لكم بعد شوي. خلكم معانا على اساس ان غدوة العيد يبي لهم جابة. طبعا شخلنا العيش وحطينا شوية بصل عليه مقلي،
راح نحط عليه بعد الزعفران مع الماي الورد، راح نرش بهاي الطريقه عليه. ونحط شوية هيل، رشة هيل، ولازم عندكم طريقة انكم تنسمون على الجدر من على الجوانب بهاي الطريقة، نسم على الجدر عشان يبتدي يبخر. عليه باقي عندي مرحله واحده اللي هي النيدام، راح ارجع لكم وانا اسوي النيدام. عطني بيض خلق، الحين العيش صار جاهز، دليل انه ما يبخر العيش. طبعا ما نحركه، نخليه نشيله بسم الله تحت ونبتدي نشتغل على الإيدام. شغل النار، زيد على النار يبا، زيد على النار. لا قصر هاي شوي، شغل الثاني هيك، شغل حالها يبلي يوديه سرايبه. قلنا ان الغوزي ما يحلى الا باليدام ماله. عطني البصل، شوف هذا، عطني البصل. اليدام عباره عن بصل ويا نخي العيش، حط عليه هاي بصلنا، حطه هناك ونبتدي نحرك. عطني هاي الملاصقه كذا، نبتدي نحرك في البصل لين شوي تحمر، وبعدين لدرجة انه يتغير لونه، يصير لونه شوي بني، وبعدين يبلى النخي وننزله فيه ونحط عليه الزبيب والمكونات كلها. راح ياخذ وقت شوي لكن خلكم صبورين وياي. بصلنا صار جاهز، وهذه اللي احنا نبيه وصل له. طبعا بداية عطني الزبيب يبا، يلا رش الزبيب، تعال مني بقى، بيض الله وجهك، ان شاء الله تطلع طباخ هذا، نسيبه. عطني الحين النخي، حطينا البدايه البصل، وبعدين حمرنا البصل، بعد ما تحمرنا البصل ردينا حطينا الزبيب، ما نخلي على النار وايد لانه يتنفخ الزبيب على طول، نزل النخي بقى. شوي ايه، حوس بيدك اللون، عطني الحين البهارات، خلكم معاي على البهارات عشان تعرفون لها. بدايه البهارات نحط البدايه، نحط الليمون الاسود البودر بهاي الطريقه، بعدين رش قفشتين كركم او ثلاث قفشات كركم، وبعدين خلي البزار مخلوط بحريني نكثر فيه، جلجلان وسنوت، نحط عليه ثلاث قفشات، وبعدين نحط شوية دارسين. يلا يبقى عطني الهيل، نقي هيل، عطني هيل، رشة هيل، عطني الملح يبا، تعال يا عبد، رش ملح، حط ملح، رش شوي، خايف عليكم، اسلم، وده بابا
نحط عطني بقى مكسرات شوي. مكسرات نرش عليه بس شوي مكسرات وناخذ باقي حق التزيين. عطني البيضة. بعد ما تخلصون من هاي العملية كلها على اساس ان البيض ياخذ الطعم مال الحمص كله اللي دام، ننزل البيض في الوسط ونبتدي نغطي بهاي الطريقة اساس انه يتطعم الإيدام كامل بالمكونات كلها. طبعا خلصنا طبختنا، طبخة العيد، انتظروني على التقديم. طبعا انا كنت بقول لكم في بداية رمضان دائما خلوا الصحن يدور في الفريج، وخلوا العادات والتقاليد موجودة بيننا وبين بعض. اليوم أقول لكم حتى غد العيد، حتى غد العيد لا تنسون أحبابكم وجيرانكم واللي حولكم كلها. راح أبتدي أنشب لكم ما شاء الله. وهاي طباخنا طبعا. نقلب البداية، نبتدي نقلب فيه ويلا هاي نكبتنا. بسم الله على الله توكلنا. الأول طال عمركم إذا الناس تطبخ، إذا قلنا ناس يعني راعية البيت يطبخون زين، وإذا ما يطبخون يأجرون لهم طباخ ويطبخ لهم. طبعا الأولين كانوا ياخذون اللي يشتغلون على البحر أيام الغوص، كانوا طبابيخ موجودين على كل لانج فيستعينون فيهم وقت الطباخ، وكانوا عندنا ناس ما شاء الله طباخين البحرين تزهر بهم، تلقيهم في كل عرس في كل حفلة في كل مناسبة موجودين ما شاء الله. العيش ناثري وريحته تبط الراس. طبعا هاي الطريقة ننشف فيها ونبتدي ننزل اللحم. بسم الله يا الله. وهاي لحمنا، خذينا اللحم وحطينا عليه الليمون الأسود، راح نوزع على الصينية، وأهم شيء الظهر. بسم الله. هاي الطريقة نجيب الحمى، وهذه راس الذبيحة عندنا، ولا ننسي الكبدة، وهذه القطعة. الحين نبتدي نزين به الإيدام، وعندنا البيض راح ننثر الإيدام. بسم الله قول ما شاء الله. بعد ما حطينا عليه الإيدام زينة بالبيض، هاي الطريقة. وآخر شيء نحط عليه المكسرات. وعليكم ألف صحة وعافية. وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا المطبخ، أتمنى أن توفقنا وياكم طول شهر رمضان
كنت انا معاكم الشيف شوقي عبد الله المسعدي، واقول لكم كل سنه وانتم بخير، الله يعود عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، ومع السلامه.